ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome to Ealam Institute. This is teacher عبد الرحمن شاهين. How are you, Sheikh Junaid? This is your course plan, inshallah, for this month. We are gonna start your course from Surah An-Najm. Let's start together. Listen and repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. We are going to stop here and complete inshallah in the next course, and we are going to revise also from Surah Al-Qamar to Surah Al-Nas. Jazakallah khairan. Stay safe. See you inshallah in our course. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.